يعني لأن ذهبت للدراسة في الخارج وحصلت حرب 67 أثناء وجودي في الخارج، وانضميت لصفوف حركة التحرر الفلسطينية، حركة المقاومة، وأنا ذاك فعلا القوى اليسارية وبشكل عام مجمل القوى الفلسطينية كانت تحتفل بثورة أكتوبر في ذكرى ثورة أكتوبر، وتعزز هذا بالسبعينيات بشكل خاص لأنه صار في انفتاح سوفيتي واسع على حركة المقاومة خاصة بعد 73، بعد حرب أكتوبر 73. إذا بدنا ناخدها بالسياق التاريخي، الثورة البلشفية أعطت مد قوي لحركات تحرر في العالم الثالث، يعني ومش صدفة إنه الحركات الأقوى والتي حققت نجاحات كبيرة كانت في العالم الثالث، وخاصة الصين وفيتنام اللي بلشت تتأثر بالتجربة السوفيتية والثورة البلشفية. ما في شك إنه كان تأثيرا إيجابيا ومهما بما يشمل طبعا الوضع العربي والوضع الفلسطيني. هلا في مشكلة على صعيد العالم الأكثر تطورا، يعني خلينا نقول العالم الرأسمالي المتطور، لها علاقة بإشكالية الحزب الواحد وغياب التعددية، وهي إشكالية صار نقاش حواليها من وقت مبكر في الأوساط الماركسية، بما في ذلك روزا لوكسمبورغ العملاقة التي أبدت ملاحظات نقدية على بدايات التجربة من هاي الزاوية، من زاوية تضامنية مع التجربة السوفيتية. وأعتقد أنه هذا درس مهم جدا، لأنه أي تجربة جديدة لإحياء الفكر الاشتراكي اليساري سواء عنا أو في البلدان المتقدمة صناعيا وحضاريا لابد أن تعطي مكانة أساسية للتعددية ولحرية الرأي والتعبير والديمقراطية بمعنى التعبير عن مصالح وآراء فئات الشعب العاملة كافة، يعني وليس احتكارها من قبل حزب حاكم مهما كان عبقرية قادته. يعني وفي تجارب كثيرة مفتوحة في العالم الآن سواء بفيتنام أو بكوبا أو بلدان أمريكية لاتينية أخرى، وطبعا التاريخ ما عمره بينتهي، ولذلك تبقى يعني مفتوحة، وتبقى هذه التجربة البلشفية مرحلة مهمة في تاريخ البشرية بدون أدنى شك. يعني